إنها لؤلؤة إيجا المتوجة بعبق تراثي أصيل، اعتلت بزهو عرش مملكة الجمال. سحرها سلب لب كل قاصد لها، فلم تجد الكلمة سبيلا لوصفها، واحتارت لغة العيون أمام روعة ما رأت. فكانت اللغز الجميل الذي خط رموزه بلغة خاصة، إنها إزمير حسناء بحر إيجا. هي إزمير الجميلة وفق اللغة التركية، أما وفق الزائرين فإنها إزمير الأكثر جمالاً. أفضل الأوقات لزيارتها في شهر أبريل وشهر مايو من كل عام، حيث الجو المعتدل والرطوبة المنخفضة، فهي تعد مدينة نادرة وملتقاً حياً للطبيعة والحداثة والتاريخ، إذ تشكل مقصداً سياحياً لعشاق الطبيعة الفاتنة، ومركزاً تجارياً وصناعياً مكتظاً. وما إن تدخلوا أجواء هذه المدينة فسينتابكم شعور وإحساس بجمالية هذا المكان، خاصة وأننا اليوم سنكون ضيوفاً على السيد صبوح عطار، والذي سيقوم بمرافقتنا في مدينة إزمير، فأهل مكة أدرى بشعابها. هذا البناء أنجزناه في عام 1985، بلشنا بهذا المشروع مع شركة الراجحي السعودية، فكانت هذا البناء عبارة عن فندق 5 نجوم، وأتم عمله في سنة 1990. مدينة سميرنا هي مدينة إغريقية قديمة تقع على الساحل الغربي لتركيا على البحر الأبيض المتوسط. يعود تاريخ تأسيس المدينة إلى القرن 11 قبل الميلاد، وتقع أطلالها ضمن مدينة إزمير التركية. سميت سميرنا بهذا الاسم نسبة إلى إحدى الأمازونيات، كما كان هذا الاسم يطلق سابقا على أحد أحياء مدينة أفسوس، كما أطلق عليها أخيرا اسم أغورا، المدينة الأثرية. كما وعدناكم سنزور مناطق تاريخية في مدينة إزمير، ونتواجد الآن في مدينة أغورا. مدينة أغورا تعتبر من بين المدن التاريخية القديمة جدا جدا، حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى آلاف السنين، ربما 5000 سنة. اليوم يصحبنا الدكتور صبحي اللي يعرفنا عن هذه المدينة تاريخيا. صبحي، نتواجد هلا في أغورا. تعتبر مدينة أغورا من أقدم المدن التاريخية يعني في العالم، وتقريبا قبل الميلاد ب 3000-5000 سنة، يعني قبل الميلاد. قبل الميلاد مدينة عريقة جدا وتاريخيا مشهورة، وكانت فيها حضارة عظيمة، وتمتاز هذه المدينة بالقنالات الداخلية تحت الأرض، وهي اكتشفت حديثا، وحاليا تنظم في مدينة إزمير لكافة السياح اللي يزورون مدينة إزمير يزورون هذه المدينة. نرى بأن هناك تعديلات للمدينة، ستصبح منطقة سياحية، أليس كذلك؟ نعم، هذه المدينة مدينة عالمية ومسجلة عالميا، ولها تاريخ قديم. يعني يعود ماضي إزمير إلى 3000 سنة قبل الميلاد، وكانت تدعى بيرقلي عند استيطانها أول الأمر، ودخلت تحت نفوذ الدولة الحيثية عام 1500 قبل الميلاد. وفي القرن الرابع قبل الميلاد قام الإسكندر المقدوني الكبير بإعادة تنظيم المدينة فوق سفوح قطيفة قلعة. وأحسن ما يمكننا أن نختم به موضوعنا صحة المقولة المشهورة التي تقول: لو كان العالم دولة واحدة لكانت عاصمة الجمال فيه إزمير.